سؤال لطيف، بدي اسالك سؤال. ماشي ابغى خلاص طقالي على السؤال. سؤالي لك لطيف، مين حياته اصعب، الشاب او البنت؟ هلا حسب العمر يعني. انت بتجوز جديد، راعي انك تجوزت جديد بجوابك. لا هلا بهاي المرحله بفتره الاعداد للزواج اكيد الشاب. اه صح، مش داخل بالحيط، داخل بالحيط وواقع عليه. يعني انسى. وبعديها بعد الزواج؟ بعد الزواج لا، بتخف شوي الامور. اذا كانت البنت مرأة عامله، يعني هون لسه يعني ما تحكي لي انت الحياه اصعب بالنسبه لك ابدا، هي بشغلها تروح بتبلش بشغل البيت، هذا هيك واقعيا يعني. لعبها حتى صح. واحنا صغار على فكره كانت الحياه بالنسبه للولد اصعب من البنت، صحيح؟ يعني انا بالنسبه لي، انا صراحه اكون صادق وصريح، انا بشوف حياه الشاب اسهل صراحه. اسهل يعني بشكل عام اسهل. يعني احنا المنحى الوحيد اللي حياتنا فيه اصعب يمكن هو موضوع المسؤوليه الماديه فيما يتعلق بالزواج والخطبه وما الى ذلك من امور، مصاريف البيت. حتى هلا مصاريف البيت بطلت كثير، يعني مع انه المراه العامله صار كمفهوم متوارد في المجتمع والكل عماله فعليا بيشوف زوجته عمالها بتشتغل وبتساعد. احنا يمكن صعوبتنا بس بتكاليف الزواج، بس بشكل عام ضغط مجتمعي على البنت، عادات تقاليد، اذا مجنن حدا فينا فهي مجنن البنت. فالسهوله بتخيل حياتنا سهله حتى على مستوى الشكل، يعني انت لبستك بتاخذ معك 5 دقائق. صحيح. عاليه صارها 3 ايام عشان تطلع على الحلقه. صراحه يعني. اوكي انا يعني كنت محضره حالي نفسيا انه اهجم، عرفت؟ عشان انتم حتحكوا حياه الشاب اسهل، فانا محضره للرد الهجومي بس يعني احرجوني جدا. قبل ما ارد انا ردي واحكي رايي، بدنا نشوف الشارع الاردني شو جاوب. دمية المعلم سح سالت الناس مين اسهل، حياه شاب والبنت؟ بدي اشوف. خلينا نشوف يلا. وين الشباب؟ تركوني لحالي. كيفك عمي؟ هلا يا حب. تسلم. مين بنظرك حياته أسهل، الشاب ولا البنوتة؟ لا الشاب. ليش؟ يعني الشاب زي ما بيحكوا ما بعيبه إشي يعني. ما بعيبك إشي، والله بالخلد أنت ما بعيبك إشي صراحة. والله طيب ومحترم. مين حياته أسهل، البنت ولا الشاب وليش؟ والله البنت أسهل. ليش؟ تتجوز ولا قاعدة في الدار، لا شغلي ولا عملي. معلم أنت في حالة غرام مع المدام. ما شاء الله. تسلم يا حب. والله هذا سؤال صعب صراحة. لانه خذ وقتك. زمان كانت حياة الشاب اصعب، اما هلا لا. اثنين بتعبوا. البنت لانه مسؤولياتها اقل. مين اسهل حياته؟ الشاب. مين اسهل حياته؟ الشاب ولا البنت؟ لا والله البنت اسهل يعني. اسهل عمي. طب ليش عمي؟ ما بعرف يا اخي، حظها ماشي بالدنيا اكثر من الشاب. اما الشاب مسكين ما قلاوه يعني. انا ما فهمت شيء بس يلا. طالع. يعني ما بعرف كيف الناس بتفكر انه يعني كل سهوله بيجاوبوا انه حياه الشاب هي اصعب. يعني بتفهم انه يكون في نص هيك ونص هيك، بس انه الاغلبيه عن جد مأمنين انه حياه الشاب اصعب. يعني هاد ظلم. هلا طب بس عشان يعني في شغله، مثلا في ناس بقيسوا الامور، مثلا انت بتقيس الامور بالناحيه العاطفيه، في ناس بقيسوها بالناحيه الماديه، في ناس بقيسوها من الناحيه المعنويه. فاللي بده يكون مثلا توجهه في الحياه مادي، طبعا شوف اكيد انه حياه الشاب اصعب من تكاليف زواج، تكاليف عيله، اولاد. بالاخر اللي يلام لو صار في تقصير مادي هو الشاب، ولكن بشكل عام احنا عندنا فعليا المفاهيم المجتمعيه هي اللي فيها الكارثه. صح. والمفاهيم المجتمعيه دائما يعني ظالم البنت، يعني حق البنت هو اللي بضيع بمفهومنا المجتمعي. الشاب صراحة هلا برضو عشان نكون صريحين، انت تعمل ما يحلو لك، وبالاخر المجتمع والعادات ما بيعيبوا الشاب حاميتنا. البنت لا، دائما هو موضوع كريتيكال، موضوع حساس. سمعة، مفهوم الشرف، مفهوم كل هذا يتعلق دائما بالبنت. كأنه الشاب ملوش سمعة، كأنه الشاب ملوش كل هاي المفاهيم. فلا احنا حياتنا اسهل. انا بدي احكي يعني عن فكرة، يعني في كتير طبعا مفاهيم مختلفة أو في كتير جهات مختلفة لنحكي إنه مين حياته أسهل، بس بدي أحكي عن الشغل بالذات. أنا بحس يعني ممكن أكون غلط، بس بحس من وحي خبرتي إنه البنت عليها ضغط كتير كبير إنها تكون شاطرة بشغلها وتثبت حالها بشغلها أكتر من الشاب، لأنه فوق ما هي بدها تثبت حالها من مجال شغل، كأنه هل هي شاطرة بشغلها، هل بتشتغل كتير، فكرة إنه هي بدها تتحدى الذكورية اللي بال لا هي مش مضطره تتحدى، هي شاطره. لا الفكره انه انت هيكلكوعة صراحه تثبت ايش. لا انت كشاب مثلا، خلينا نحكي انت عليك تاسك معينه او مهمه معينه، وانا علي نفس المهمه ولا مهمه، انت بتقدر تعملها
وتوصل يعني توصل للي بدك اياه بسهوله، تسلمها بسهوله، التلقي لها يكون سهل. اما احنا بدك تشوف هل مديرك شاب، هل بده يتقبل، هل مديرتك بنت بدها يزي... بعرفش لطيف بس انا مش معك، هذا ستيريوتايبنج، هذا تعميم. بس خلينا نكمل، نظريه مؤامره صراحه. خلينا نكمل. بالضبط، انا احكي لك ستيريوتايبنج على الاخر. طب البنات فعليا في سوق العمل هلا انسي، اللي عندها قدره شاب بنت، اللي عنده قدره عنده قدره، مزبوط. مالهاش دخل. مزبوط. تمام، ما يعني ما فيش خلاف. بس اقول لك شغله، في سوق العمل البنات مثلا يعني هاي مطلوبين اكثر، عممها بس مثلا الشاب في وظيفه معينه بيكون مثلا طالب راتب معين بناء على مؤهلاته، البنت ممكن تقبل براتب اقل. هون يعني في هاي المساله ماشي، انت بتحكي لي انه في مهمة حياة أصعب، لا حياة أسهل بالنسبة للبنت، لأنه بالنهاية البنت إيش بدها؟ خلص مصروف ومش الحال، بس بالنسبة للشاب لا، هو بده يبني عيلة، بده يأسس. هذا قبل فيها هلأ في تشاركية، أنت لما بتتزوج ما بتكون كرجل مسؤول أنك أنت تتحمل بس مش تصريف البيت مش من ألف ليال. بس أنا بصير أحكي أسألك سؤال، فضل. لو إجا واحد بده يتقدم لخطبة بنت واشترط إنها تكون عاملة، أنا كشاب بحكي لك هذا زلمة مش مزبوط. البنت دائما عندها الخيار انه هي تشتغل او ما بدها تشتغل، وانا ما بقدر الومها بالحالتين. بس انا لو بيوم من الايام قصرت ماديا ولام نفس الشيء، انا برايي مثلا موضوع الام او المراه بس يجي تتزوج، موضوع التربيه بالاخر الفيميل او الانثى، المراه بشكل عام بعد ما تتزوج هي حدا عاطفي اكثر واشطر بالتربايه منها، عشان هيك انجح الناس في مجال التدريس والتعليم هم الاناث، اشطر منها مليون مره. بالمقابل في المهن الفيزيكال او اللي بدها قوه فيزيائيه الرجال اقوى، فبرضه بالاخر كل واحد فينا له طبيعه. بس انا بحكي لك بشكل عام اكيد حياه البنات اصعب، بس برضه هذا مش معناته انه حياتنا سهله. اكيد مو سهله، بس انا ليه حكيت اصلا موضوع الشغل، لانه انا في شغل سابق لي كثير احب الشغل، كثير الشركه منيحه، كثير الناس كنت احبهم، بس صار معي موقف انه في حدا اجى لانه شاب اسكت مهم طلع بياخذ اكثر مني بالحظ، عرفت، وانا ويا نفس الوظيفه. بالنسبه لرسمه ايهما حياته اسهل، الشاب ولا البنت؟ هلا انا اختصرت الموضوع وتوجهت للمراه العامله، لانه انا برايي انه المراه العامله حياتها فعليا اصعب. المراه العامله بتعرف بكروت الشده بالثقافه الغربيه، البنت هي الكوين الملكه. يعني ارتقيت انه احطها زي كروت الشدة، لكن بعدة مهمات، هي بتنظف، بتشتغل، هي بتكون برضو الدكتورة، خصوصا اذا كانت ام. فهيك انا بشوف المرأة العاملة. طيب هلا من وجهة نظرك المرأة العاملة بس اللي حياتها اصعب وغير العاملة؟ لا، اسهل من المرأة العاملة. انا هلا توجهت للاكستريم، اكستريم كيس هي المرأة، اعتقد المرأة العاملة خصوصا اذا كانت ام. كلام مظبوط يعني هي بنسب، بس اذا كانت ام يعني فعليا هاي اصعب مهمه. اتوقع هذا الامور يعني تختلف فيه الاراء، بس يمكن الكل يعني يجمع على انه المراه العامله هي حياتها جدا صعبه مقارنه بالشاب. بما انك الانثى اللي معانا اليوم بالاستوديو، عشان ستيفاني مختصه في الموضوع الفني، شو بتحبي تحكي انت؟ تفضلي. بالنسبه لهذا الموضوع بحب احكي لا جد بحب احكي انه شو بدي احكي انه لا، بعيدا عن المزاح، الشاب والبنت، الامراه والرجل، كل واحد فيهم حياته لها صعوبه معينه. الحلو انه احنا بنهايه المطاف نقدر نقدر صعوبه حياه اللي قدامنا، اقدر انا اقدر صعوبه الاشياء اللي انت بتمر فيها يوميا، وانت تقدر تقدر صعوبه اللي انا بمر فيها يوميا. حتى لو انا ما بشتغل، قاعده في البيت، فكرة إنك ترجع من الشغل تقدر إنه أنا صلي من الصبح مثلاً عم بقوم بمهام البيت، هذا لحاله بيعطيني الطاقة إني أكمل. وبنفس الوقت أنا أقدر إنك راجع من الشغل تعبان، برضو هذا الإشي بيخلينا نعيش بسلام ومحبة وهناء. 100%، كل الاحترام لإلك والتحية، لإنك برضو تعتبري أنثى عاملة. شكراً كثير لك أستاذ، عمالك يعني بتوفي إن شاء الله، بس تبي تتزوجي بنصير نشكر فيك أكثر من هيك. فنان يعطيك ألف عافية. حياك الله. شكراً جزيلاً إلك.